من كام يوم كده قابلت واحدة صاحبتي كان بقالي سنين كتير ما شفتهاش وطبعا بعد السلامات والتحيات وعاملة ايه ويا جبانة والدنيا خدتنا من بعض لقط كده كان معاها شاب كده عيني عليه باردة زي القمر قلت له اوه تكون الواد وليد قال لي ايوه يا طنط 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 مين يا طنط في عينك ده انا اطول منك وطبعا زي اي طنط في الدنيا قلت له تعالى بقى اقعد جنب مني كده واحكي لي انت عملت ايه اتخرجت ولا لسه قال لي ايوه يا طنط انا اتخرجت السنه دي واشتغلت كمان قلت له يا معلش كده انت اتخرجت واشتغلت السنه دي يعني ايه امال يا ابني فين البطاله اللي بنقعد نسمع عنها واللي يقعدوا في البيت سنين بعد التخرج قال لي بصي انا مش عارف انا اتخرجت بعت السي في بتاعي كده على كذا يعني ويب سايت بيبعتوا السيفيهات جديده واتطلبت في كذا انترفيو رحت اتوافق عليا واشتغلت تحت الاختبار ثلاث شهور بعد ما خلصتهم اتعمل لي عقد سنه ويجدد وطبعا هو بيتكلم انا في دماغي اسئله كتيره جدا عماله تشتغل معايا بعتت السي مين وعرفتهم ازاي وانتوا عارفينني طبعاً ما سيبش موضوع غير لما افهمه من طقطق لسلام عليكم الولد فهمني ايه بقى الحكايه وليد اتخرج من كليه تجاره عادي مش التجاره الانجليش ولا حاجه التجاره اللي بيتخرج منها الاف من الطلاب بس هو كان بيعمل حاجه حلوه جدا طول ايام الدراسه في الجامعه او تحديدا في الصيف كان بيعمل ايه بقى كل صيف بينزل متطوع من غير اي فلوس يدور على شغل يقعد يبحث على الانترنت عن الشركات اللي بتشتغل في السوق في تنظيم المؤتمرات والايفنتات وحاجات زي كده يبعت لهم ايميل ويتصل بالتليفون احيانا يروح لحد مقر الشركه نفسه يقابل المسؤول ولا بتاع الاتش ار لو شركه كبيره يقول لهم انا هشتغل معاكم شغلوني لمده 3 شهور الصيف متطوع ببلاش فانا حبيت افهم منه ليه ببلاش يعني غريبه شويه الناس عاده بتدور على شغل بفلوس ايه اللي يخلي شاب يروح يقول لهم انا عايز اشتغل معاك ببلاش قال لي انا اول حاجه عايز اتعلم الشغل والسوق في طريقتين الاولانيه ان اروح اخد كورس نظري في الاداره وده هدفع فيه فلوس وهيفضل المعلومات اللي فيه نظري طب يا حبيبي ايه الطريقه الثانيه قال لي اني اروح اشتغل في حتة اتعلم فيها كل حاجة بدءا من ظروف الشغل للسوق مع انواع مختلفة من الناس بدل ما ادفع انا في التعليم ده هدفع مصاريفي الفعلية والنظري كله يعني يبقى على الانترنت انما يعني كفاية على اهلي يدفعوا لي مصاريف الجامعة تاني حاجة لو انا رحت قلت لأي شركة من دول وانا لسه طالب انا عايز اشتغل بفلوس ما حدش طبعا هيرضى يقابلني اصلا قلت له طيب يا عم وليد فهمني كده بالراحه دي وجهه نظر محترمه برضو ايه اللي بيحصل بعد كده المهم قال لي بيقبلوني فعلا ونزلت كذا حاجه منها وظيفه اسمها ايه بقى بيسموها الشباب دلوقتي اشر عارفين ايه الاشر ده او مين الاشرز دول عارفين الولاد والبنات اللي زي القمر اللي بتلاقوهم في الشارع زي القمر مش نسبة للحلاوة نسبة للجدعانة كده تلاقوهم واقفين بيوزعوا منتجات يعني شامبوهات أكل بسكوتات معرف إيه شنط مش عارفة إيه تلاقوا أحيانا كده عند بعض التجمعات أو المولات في بتحصل الموضوع ده دي أنشطة هو شرح لي انها مهمه جدا ليه يا عم قال الناس بتقعد تغلس عليهم احيانا بتستظرف عليهم لكن هم بيتعلموا ايه بقى بيتعلموا يتعاملوا مع الناس ليه انا بشوف انهم شباب بقى ولاد جدعان وزي الفل لان الشغلانه دي في الحقيقه بتديهم خبره عظيمه في التعامل مع كل انماط البني ادمين الحلوين منهم والوحشين كمان بتعلمهم اللياقه وضبط النفس وانهم لازم يكونوا لطاف حتى مع الغلس يعني مش لطاف مع اللطيف وبس حد بيغلس عليهم او بيقول كلمه ملهاش لازمه او بتاع هم بيتعلموا هنا اعلى درجات ضبط النفس تاني صيف وليد اشتغل في الحسابات راح لحته وقال لهم انا عايز اشتغل في الحسابات تالت صيف اشتغل في حاجه جديده نسبيا اسمها اللوجستيات ايه بقى اللوجستيات دي اللي هي ترتيب كل حاجة لها علاقة بتحضيرات الشغل يعني عارفين لو شركة بتستورد حاجات بتوع اللوجستيات دول يعملوا الطلبيات ويظبطوا الاحتياجات ويراسلوا الشركات اللي هم هيستوردوا منهم ويتابعوا حركة البضاعة في المواني والمطارات اتحركت من بلد لبلد حاجة كده مهمة ولطيفة زي موضوع تنظيم المؤتمرات بس بطريقة تانية المسؤول عن تربيط المسؤوليات ومين يعمل ايه وناقص ايه وكل القصه دي شرحها يطول جدا هو ده اللي بيسموهم ايه بتوع اللوجستيات. جنب كل ده وليد ركز على الحاجه اللي دفع فيها فلوس فعلا هي موضوع الانجليزي. خدوا بجديه مطلقه على طريقه يعني ايه انه هو ده طوق النجاه للمستقبل مش على طريقه الثانويه العامه. اتعلم على الانترنت شويه تليفونه في ايده سمعته في ودانه رايح راجع من المواصلات يسمع اغاني اجنبيه وينزل الكلمات ويحفظها يدخل على صفحات تعليم انجليزي ويسمع 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 ده اختصر عليه فلوس كتير بس انا لسه قايله هو دفع فلوس في ايه بقى كان محتاج يدرس ليفلز معينه علشان يقدر يوصل لي انه يبقى شاطر في الكلام في الكونفرزيشنز طول ما هو بيسمع وطول ما هو بينزل وبيحفظ هيبقى شاطر في الكتابه شاطر في القرايه لكن هو كان محتاج حد ينطقه احنا ولادنا بيطلعوا من الثانويه العامه ومن الجامعه بيعرفوا انجليزي ما بيعرفوش ينطقوا بالذات اللي مش دارسين لغات اول مواليد اتخرج وعنده كم الخبرات دي كلها حط السي في على الانترنت صفحات التشغيل جاله ردود تعالى نعمل لك انترفيو طبعا مش عايزه اقول لكم بيبقى موتر للشباب قد ايه الشباب والبنات الخريجين الجدد وليد ما كانش عنده اي مشكله لانه قال لي ايه بقى انه عاده في الانترفيوهات دي يا طنط بيبقى فيه جزئين الجزء الاولاني الاسئله الهبله المعتاده بتاعه انت بتقدر تشتغل تحت ضغط كان الشركه يعني عليها طار مش قادره افهم ايه موضوع الضغط ده او بتاعه شايف نفسك فين بعد خمس سنين هو تقديره ان دي اسئلة هبلة ومنقولة من حاجات انجليزي قديمة والزمن عدى عليها ومع ذلك هو بيعديها بالاجابات اللي تريح اللي بيعمله الانترفيو بعد كده الجزء الثاني من الانترفيو بتبقى في الشغلانة نفسها وايه الخبرات اللي هو خدها في حياته وهو الحقيقة الطريقة اللي اشتغل بيها دي اخد خبرات حقيقية ما استناش لحد اما اتخرج هو حرق وقت طويل وزمن طويل في الجامعة لما قرر أنه ينزل كل صيف متطوع أنا الحقيقة التجربة دي عجبتني وقلت أشارككم فيها أشوفكم بعد الفاصل الحقيقة من كتر ما تجارب الولاد الكويسة والبنات الكويسة في موضوع انهم يعملوا حاجات تشجعهم اثناء الجامعه وتديهم خبره فكرت كده ننزل طيب نسال هل ده ثقافه عامه دلوقتي في الجيل الجديد ولا شويه صغيرين بس اللي عندهم المعلومه دي خلينا نشوف مع بعض الشباب والبنات قالوا لنا ايه ونشوفكم بعد التقرير اشتغل واشتغلت بعد التخرج على طول تقريبا ثلاث شهور واشتغلت يعتبرش حاجه يعني اه بشتغل انا وبعد التخرج اشتغلت بس غير مجالي اه بشتغل بشتغل كمان وانا بدرس انا لسه في ثالثه كلية وبشتغل وانا بدرس عادي لا انا لسه طالبة لسه ما اتخرجتش في جامعة الحمد لله بشتغل اه واشتغلت كنت شغال وانا في يعني وانا بدرس اصلا لا مش بشتغل انا لسه بدرس لسه انا اولى لا انا طول عمري شغال من من هو في المدرسة برضو كنت بشتغل يعني لا هو انا طالبة لسه بس انا اوريدي بشتغل اشتغلت على طول وبعد ما اتخرجت مفيش ما فيكنسز كفاية يعني ما فيش ما فرص فيش كفايه عشان يبقى فيه. الشغل مش هيجيلك لك لحد عندك، انت لازم تتعب وتدور على الشغل عشان يجي لك، وسهل وموجود كتير قوي بس الناس اللي تدور يعني. ممكن عشان البوبوليشن بتاعنا كبير فالشغلانات كلها مش بتكفي الناس يعني. لا في 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 يعني اللي يدور هيلاقي. المشكلة الانترفيو عادة يكون أكثرها برا المجال يسالوا او تخصص او قليل عن التخصص يعني بالنسبه لي كانت ان انا اتسالت في حاجات كنت ناسيها كانت بعد التخرج بفتره وكنت ناسي حاجات فاتسالت فيها وما عرفتش اجاوبها في ناس تبقى بتسال انك عندك خبره قد ايه يعني مثلا ممكن انا لسه متخرجه او لسه بدرس عندك خبره ايه طب انا ما عنديش خبره انا انا بحب انا جايه عشان اتعلم عشان يبقى عندي خبره لو حد ما عندوش اكسبيرينس فهو ممكن يساله سؤال فهو ما يعرفش يجاوب عشان هو ما عندوش اكسبيرينس على الحاجه دي محتاجين الطلبه لازم ينزلوا ينزلوا تريننج من وقت للتاني في الاجازات لو الكليه بتاعته زي الكليات اللي هي الادبيه ويقدر ينزل تريننج في وسط الدراسه ينزل تدريب يعني دور على اي فرصه تدريب ويشتغل اي حاجه ما يقولش لا يعني دي دي الاحتكاك ده في حد ذاته اصلا لما بتشتغل في اي حاجه حتى لو مش في المجال بتاعك بتديك اكسبيرينس كافيه اصلا كفايه التعامل ممكن بقى يشترك في اي ستودنت اكتيفيتي يعني هم عاده الحاجات دي بتاهلك ان انت تخشي في في الشغل العام او في سوق العمل اسرع ممكن ياخدوا خبره من تريننج كورسز وفي ستودنت اكتيفيتيز دلوقتي لازم يتعامل مع المجتمع من وانت طالب حتى ده, ده شيء ضروري طيب احنا بنجيلنا اسئله كتير جدا حوالين ان انا لسه طالب او لسه متخرج او فريش جراديوت من الجامعه وكل ما اروح في انترفيو يقولوا لي ايه انت عندك خبره ايه؟ طب انا هجيب الخبره منين؟ في الحقيقه يا جماعه هو في الانترفيو ما بيقولش عندك خبره ايه لانه عايز حضرتك تشتغل رئيس مجلس اداره الشركه، لا خالص. احنا يعني وانا بقالي كتير جدا ب شغل ناس او بحضر انترفيوهات الحقيقه اللي عنده شويه خبره او نشاط او احتكاك بالناس او معرفه بيبان من اول ما بيدخل من البيت بيبان في نظره عينه او عينيها بيبان في الكتف طريقه المشيه بيبان في اللي بيسموه البادي لانجويج الخبرة المطلوبة للفريش جراديوت زي ما قلت مش يبقى رئيس مجلس إدارة إنما يبقى على الأقل عنده قدرة على التعامل في محيط أو بيئة العمل عنده قدرة على فهم الناس عنده قدرة على الأشياء البسيطة يعني إنجاز الأشياء البسيطة مش معقول حضرتك أو حضرتك تبقى لسه متخرج من الجامعة ومش عارف تعمل فايلنج سيستم على الكمبيوتر مثلا مش عارف تعمل برزنتيشن مثلا ده كلام المفروض نكون عديناه في الجامعة مش كل الجامعات بتعلم الناس كده، لكن كارثه سوداء ان ابوس الاقي موظف جديد عامل الفايلنج سيستم بتاعه آه نبيل واحد، نبيل اثنين، نبيل 15، نبيل 35، يعني طب احنا عايزين بعد اذن حضرتك يا استاذ نبيل نطلع الفايل بتاع الموضوع الفلاني، نطلعه منين؟ من النبيلات الكتير قوي اللي على الجهاز دول. فده اللي احنا بنشوفه للي ما عندوش خبرة عشان كده الناس بتسأل في الانترفيوهات عندكم خبرة منين طب الخبرة دي بتيجي ازاي زي ما قلت انه في مية طريقة ممكن نتعلم بيها واحنا لسه في الجامعة نتعلم نعمل حاجات اولها الجامعه نفسها بتقدمها لحضراتكم يعني ايه عندكم حاجه اسمها الانشطه الطلابيه في في الجامعات كلها وانا بلف من اسكندريه لاسوان محدش يقول لي بقى جامعه القاهره وعين شمس الجامعات كلها عندها انشطه طلابيه تلاقي طلبه حقوق عاملين لهم حاجه جديده كده لطيفه اسمها ايه العياده القانونيه ده مصطلح انا اول مره اسمعه مثلا في جامعه اسيوط مثلا طلبه طب بياخدوهم يعملوا قوافل طبيه في القرى والمدن، طلبه محاسبه بيعملوا او طلبه بيسموها تجاره بيعملوا انشطه طلابيه وبيعملوا حاجه اسمها كلابات وحاجات كده. طيب اول خطوه اننا نعمل ده، طب نعمل ده ازاي؟ احنا محتاجين الاول نطور نفسنا، ايه بقى بنطور نفسنا ازاي؟ كل واحد يبص على نفسه انه عنده نقاط قوه ونقاط ضعف ازاي بمعنى ان انا ممكن ابقى شاطر في الرغي وفي الكلام وفي الحوارات او شاطر في الكتابة او شاطر في العمل التنظيمي يعني اقدر أه يدوني مهمة انزل اعملها تتعلم ده في الكلاب بتاع الجامعة تتعلم ده في جمعية اهلية جنبك تتعلم ده في شركة تنزل تشتغل معهم متطوع تتعلم ده في محل تقف تبيع فيه لب وزداني مهم قوي ان انا اكتشف نفسي ومش عيب ان انا اشتغل اي حاجة تنظيم الوقت لو قدرت ان انا اشتغل في الصيف وبعدين اثناء الجامعه اكمل بوقت اصغر ابقى بدي شويه للمذاكره وشويه للشغل، الكلام ده للولاد وللبنات مش للولاد وبس، ده حاجه مهمه. المرونه والصبر طبعا يعني لازم يبقى عندنا نسمع ولما حد يقول لنا معلومه مش لازم نقعد نقاوح نتناقش، والله الناس عندها يعني وجهه نظر نتناقش ما عندهمش وجهه نظر ويا عم وانت لسه صغير وانت لسه صغيره اربطوا الحمار مطرح ما يريد صاحبه من فضلكم نفذوا زي ما اتقال لكم بس بعد مناقشه تفهموا ايه الموضوع مهم قوي اننا نستفيد من قصص الناس سواء القصص دي ملهمه بنقرا عنها او قصص المحيطين بينا عملوا ايه لما نقابل مشكله نروح لهم آه المهم اننا عايزين نعمل معلومات طول الوقت بتدخلوا على الانترنت على الفيسبوك ركزوا شويه في الحاجات اللي خاصه بالمجال بتاعكم كميه المعلومات اللي موجوده على الانترنت وعلى اليوتيوب وافلام صغيره بالحقيقه بتنمي المهارات بشكل كبير جدا طيب اصحاب العمل اللي احنا بنروح نقدم السيفيهات او بنطلب الشغل بيبقوا طالبين ايه طبعا المكتئب اللي عايز يقول ان الشغل كله وسايط حضرتك اقعد على جنب، يعني مش هناقشك، وسايط بقى مش وسايط، يعني مش هناقشكوا. أصحاب الشغل زي ما قلت كده من أول الدخلة في الانترفيو إحنا بنبص على المهارات الشخصية، البني آدم ده بيعرف يتكلم، عندها ثقة بنفسها، آآ آآ الأفكار مترتبة. طيب، المهارات القيادية بمعنى إيه؟ لو اشتغل مع اتنين تلاتة، يعرف يدير الاتنين تلاتة دول أو يعرف يبقى عضو في الفريق ولا يتخانقوا مع بعض؟ التنظيم والتخطيط دي من الأسئلة اللي بتبقى في الانترفيو هتسيبكم الكلام بتاع العمل تحت الضغط وهتبقى فين خمس سنين يعني خم... هتبقى فين بعد خمس سنين ده اللي هو أحيانا يقول إيه أنت بتخطط في الدنيا إزاي ونصيحتي اللي يقولك هتبقى فين بعد خمس سنين وهبقى مكانك بالمناسبة أو أحسن منك يعني التمتع بثقافات مختلفة عشان حضرتك ما تتدبش في افكار عنصريه تقول انا مش عايز اشتغل مش عارفه مع مين علشان هو ديانته مختلفه او مع مين علشان ثقافته مختلفه او شكله مختلف الكلام ده ما ينفعش بيئه العمل احنا بنشتغل مع بعض على قواعد المساواه طيب المهارات تاني اللي بندور عليها ايه القدره بقى على انك تشرح افكارك يعني وانت حضرتك او حضرتك بتتكلموا معانا في الانترفيو احنا مهمه قوي اننا تدونا جمله مفيده ليها راس وليها رجلين ما تبقاش متوتر او تبقى بتتكلم بسرعه يعني دي حاجات مهمه البحث المعلومات المتوفره فاكرها من ايام الجامعه او مش فاكرها ومش ده اللي بيبقى الركن الركين يعني اي معلومات هتتعلمها في الجامعه لكن المهارات الشخصيه دي بتبقى مهمه قوي من الحاجات هي الرغبه في التعلم صاحبنا ده عايز يسمع ويتعلم ولا عايزين تدونا تعليمات مره كنت براجع في تقييم وحد يعني شابه جت هايله هايله وما تاخدتش فلما بقول لهم دي ما تاخدتش ليه قالوا لي حسينا انها تبقى المديره بتاعتنا احنا مش هنعرف نشغلها فاحيانا الثقه الزايده يعني الثقه بالنفس مهمه لكن فكره ان انا بقى عندي ثقه زايده الى حد اني مش بسمع دي حاجه ما هياش مفيده ابدا بالذات واحنا لسه في اول حياتنا الابداع طبعا الشغل في وسط فريق محدش عايز يجيب ناس يشغلهم في حضانه كل شويه ده ده اتخانق مع فلان وما اتخانقش مع فلان المكونات النجاح عموما في السوق علشان يبقى لنا مستقبل اننا نبقى متابعين مجالنا اللي عايزين نتخصص فيه ايه او اننا حتى لو بناخد معلومات او بن بنغير من شغلانه لشغلانه ناخد الفهم السوق اللي حوالينا بيمشي ازاي كل الافكار بتاعت اصل ما فيش امل ما فيش فايده انا عايزة اطفش انا عايزة اسيب البلد اصل مش عارفه مين بيشتغل بالواسطه دي افكار تجيب ورا بالمناسبه النهارده بشوف شباب كتير جدا 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 بيشتغل لوحده مش مستني حد وما هوش متخرج من الجامعات الغاليه أوي 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 بس علشان ركز انه يعمل انشطه وهو في الجامعه ولما يتخرج كان مركز انه يبني خبره في المجال اللي هو عايزه الافكار ودراسه السوق وان احنا ندور على المصادر المتعدده ده اساسي وان شاء الله كلكم تستفيدوا ويبقى فيه يعني مستقبل احسن لكل الولاد والبنات اللي زي الامارات الجدعان اللي بيدوروا على شغل وبيرفعوا قدرات نفسهم اشوفكم بعد الفاصل في عندي سؤال لشابه بتقولي انا ما عنديش اسئله قانونيه انا خريجه جديده وعايزه اشتغل بجد ومعجبه بحضرتك جدا ربنا يخليكي بصي عايزه تشتغلي يا سيدتي الخريجه الاموره حضرتك تشوفي اقرب شركه جنبك او جمعيه اهليه جنبك وتنزلي تشتغلي فيها ان شاء الله متطوع يعني ده هيعلمك خبرات مهمه في الحياه وفي سكتين بقى السكه الاولانيه ان ممكن تدوري على شغل في شركات وتبقي موظفه او ان حضرتك تفكري تعملي مشروع دلوقتي يعني ما شاء الله البنوك كلها عندها قروض وبعدين صندوق دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه موجود في كل محافظات مصر تقدري بقى تدخلي على النت كتير اوي تشوفي الموضوع دوت يعني ايه اعمل مشروع باخد فلوس منين من يديني دراسه الجدوى نقعد نقرا كتير 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 وبعد كده ننزل نسال الناس في المكاتب دي ونغلس عليهم ونعرف منهم لحد ما تتبلور فكره في دماغك تقدري تبداي مشروع بيها. لحد دا ما ده يحصل انا بقولك انزلي ان شاء الله ببلاش، الحركه بركه يا بنتي، اللي هيقعد مستني الشغل محدش هيجيله انما انت بتنزلي، الناس هتشوفك وهتشوفي الناس وهتبني علاقات وهتبني شخصيتك وهتاخدي معرفه. في سؤال تاني بيقول ازيك يا استاذه نهاد؟ انا شاب عندي 24 سنه وزني زياده شويه بس حركتي خفيفه وبحب الشغل واشتغلت شغلانات كتير بسببها بسيب الشغل او حاجه زي كده اه علشان هو وزنه مليان شويه هو بيحس ان هو مش مستريح يعني لكن حركته مش ولا حاجه بص موضوع الوزن ده هو ليه علاقه بيك انت لو انت شايف نفسك مليان يعني بالتاكيد انا مش هقعد بقى اقول لك اعمل ريجيم والكلام الكبير بتاع الدكاتره ده ده دكاتره التغذيه لك. بس صورتنا احنا قد ايه بنشوف نفسنا هي اللي بتنعكس على الناس يعني لو انا طول الوقت محرج ان وزني تقيل هبقى طول الوقت بتعامل مع الناس بتردد وبعدم ثقة انما لو انا الموضوع ده مش شغلني خالص هتعامل مع الناس بحرية انت بتقول انك شاطر واشتغلت شغلانات كتير ما تسيبش الشغل علشان وزنك يا اما تروح لدكتور تغذية او دكتور التغذية ينزلك ويساعدك فيه يا اما تبقى سعيد بوزنك زي ما هو دي مش مشكلة ركز في شغلك وفي بنى خبراتك اكتر ما تركز في شكلك وفي النهاية لا تسمح لحد انه يعلق على الموضوع ده لا بهزار ولا بجد في حاجة اسمها الزون بتاعتنا كده المساحة الخاصة بتاعتنا شكلنا جسمنا كل ما يخصنا ما يخصش حد في الشغل لا بهزار ولا بجد ولا انت كمان تتريق على وزنك بالمناسبة لانه بقدر ما هتتعامل مع نفسك باحترام الناس هتتعامل معك بنفس الدرجة من الاحترام اتفقنا؟ طيب كل الحلقه دي هتبقى موجوده على قناه القاهره والناس على اليوتيوب والقناه بتاعتي كمان اي شيء عايزين تعرفوه في الشغل او في الحياه عامه هتلاقوه على صفحه مشاركه دوت نت اي سؤال قانوني تبعتوه على صفحتي على الفيسبوك او على صفحه اسك ماي لوير وفريق كبير